فوالا هاد الصبيحة هادي جينا ندير واحد المبادرة بيئية باش ندفو هاد الغابة هادي المجاورة لشركة إناب. كيف كتعرف هاد الغابة كانت ديجا مهمشة، وكانت كتعرف واحد التلوث هنايا بزاف، وسيرتو كيجيو الناس يشوفوا، يجيو للنزهة ولا يجيو الناس يمارسوا الرياضة في الصباح تلقاهم مصها. هذا علاش مؤخرا شفنا وارتأينا بأننا ندير واحد الحملة بيئية باش نظفوا هاد الغابة هادي، ودرنا واحد الحملة في الفيسبوك ولقات تجاوب من طرف الشباب تاع المدينة اللي لبوا النداء كما تنقولوا، جاوا في هاد الصباح هادي ودرنا هاد الحملة البيئية ونظفنا هاد الغابة الحمد لله. وهاد الحملة هادي اللي بغينا نقولوا راه هي استمرار كاع المؤتمر فاندو اللي تعقد جهة الشمال مؤخرا في إطار حملة زيرو ميكا، قد تميكا حقه في الغابة بالمناسبة. وبهذه المناسبة هذه نبغيو نشكروا شركة سوس ديال النظافة، اللي سيرتو المدير ديالها السيد يزيدي مشكور من هذا المنبر، هذا اللي وفر لنا الماتيريال باش نخدمو، ووفر لنا الشاحنة اللي ونقلت لنا الأزبال ونقلت لنا الدوزان باش خدمنا. مشكور مرة أخرى السي اليزيدي، وبيان سير كنشكر الدراري اللي جاو، البنات اللي جاو حضروا كوم ادريس العامري، محمد الكنيدي، عبد الصمد، السي الفداوي، عبد العالي الدي، وكاع الناس اللي شاركوا. يسمح لنا شي واحد على ما ذكرنا السميه ديالهم، راهم بزاف. وكنتمناو ما يتوقفوش هاد المبادرات هنايا، تكونوا شي مبادرات اخرين بيئيين في احياء، ميزه تنظيف الاحياء والازقه والشوارع. والحمد لله حتى حنا راه ما نوقفوش هنايا، ان شاء الله مازال غادي نديروا شي حملات ديال التنظيف من غير هاد الغابه هادي. وبالمناسبه كذلك ما تفوتش فرصه باش نشكروا المنبر الاعلامي الحر اللي هو تيفلت بريس على الحضور ديالو لتغطيه هاد الحدث البيئي. شكرا جزيلا للجميع. العامري فايز جمعاوي، بالمناسبه ديال اقبال المغرب على تنظيم كاب 22، قمنا بهذه المبادره هذه اللي كتجي تتندرج في العام في اطار ديال تنظيف المجالات البيئيه، وكنهيبوا بالمواطنين ديال المدينه ديال تيفلت انهم يحاولوا ما امكن انهم يخليوا هذا الفضاء هذا اللي هو متنفس ديال المدينه يخليه يبقى نقي. واللي تيحس في النفس ديالنا هو ان هذا الفضاء لقيناه مليء بالقنينات المكسره، واللي صراحه الدراري كيجيو كيبارسوا الرياضه هنايا اللي تقدر تؤدي الى حوادث اللي ممكن تكون وخيمه بالنسبه للصحه ديال الانسان. وشكرا. ربيع الفداوي، حنا بعض الشباب مدينه تيفلت قمنا بهذه الحملات التطهيريه لغابه ايناف، وفي نفس الوقت هي تحسيسيه وتوعويه، لذلك نطلبوا من الناس اللي تيجيو هنا تيزاولوا بعض الرياضات او للنزهه، او ما يبقاوش يلوحوا النفايات هنا لان تسبب بلينا التلوث، يعني وعارفين ان ظاهره التلوث عنده واحد السلبيات على المجتمع وعلى البيئه. لذلك نحث جميع يعني المتدخلين، لا من المجتمع المدني، لا من المواطنين، لا من اللي صاهرين على السياسات العامه، انهم يقوموا بالدور ديالهم في محاربه التلوث وجمع النفايات في مدينه تيفلت. وشكرا لكم. السلام عليكم، انا انس بن واحي، طالب جامعي. تنناشد الناس ديال تيفلت والشباب خصوصا، هما اللي تنشوفوا هنايا باش فاش يجيو يتعاملوا بانسانيه مع هذا الموقع، تيشوفوا المتنفس الوحيد اللي عندنا وينظفوا بلايصهم. حقاش تنشوفوهم صراحه ما نكذبوش، تنشوفوهم ما تيتعاملوش مزيان مع هذا الفضاء اللي عندنا هنايا. نتمنى انه اللي تيجي يدير الرياضه في الصباح ولا اللي تيجي في العشيه للنزهه ينقيو بلايصهم وما يخليوش الازبال موراهم. مرحبا، اسمي عبد الصمد العتروسي، ابن مدينه تيفلت. اول حاجه اليوم جينا نظفنا هاد الغابه هنايا اللي هي الغابه المتنفس الوحيد اللي عندنا هنايا، وكنصح الزوار اللي كيجيو هنايا مثلا كيتريني ولا كيجيو غير باش يريحوا شويه ما يحاولوش يرميو الزبل، وتا لا رماو حاولوا يجمعوه ويديوه معاهم من الاحسن، وبالتالي باش نحافظوا هاد البلاصه خصوصا هاد المنطقه كتلقى هي المتنفس الوحيد اللي عندنا هنايا. وشكرا.